الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات الصلوات الطيبات. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله يكتب أجرنا وأجركم، تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. عمر بن الخطاب في أحد الليالي أيام خلافته كان يمر ببيوت المسلمين، فيوم أنه كان يمشي في المدينة مر في أحد البيوت فإذا يسمع أم وبنتها على آخر الليل، يعني في على آخر الليل وهم قد ناموا، فاستغرب من هذا الشيء، فيسمع حوار بين الأم وبنتها وهي تقول لها: يا بنتي ألا تمذقين اللبن أو الحليب بالماء مثل ما يفعل الناس في السوق؟ قالت: والله لا أفعل يا أمه، وقد نهى عنه أمير المؤمنين. شده الموضوع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجلس يستمع، والأم تحاول في البنت أن تمذق الحليب بالماء والبنت ترفض. فذهب عمر بن الخطاب إلى بيته، وحين أصبح الصباح نادى ابنه عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له: اذهب الى المكان الفلاني وادعوا لي من هم يعني في هذا الدار، اللي هي الام وبنتها. فسالها، وكان يسال البنت لماذا وما ادري ايش، يعني يسالها في هذا الشيء، يعني ليش فعلتي هذا الشيء واصريتي على امك انك ما تخلطين الحليب بالماء؟ فقالت: لقد نهى عنه امير المؤمنين ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني تعجب امير المؤمنين في صدقها مع الله سبحانه وتعالى، يعني ما كان أحد يدري، كان سمعت كلام أمها وخلطت الحليب بالماء وباعته في السوق ومشت سلعتها. فتعجب منها، فأمر عاصم ابنه رضي الله عنه أن يتزوج هذه البنت، فأنجب منها بنت. فالبنت هذه أنجبت من؟ عبد العزيز بن مروان، الذي أنجب خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز. فالخلاصة الموضوع هذا، أن نتعلم الصدق مع الله في الخفاء، الواحد يصدق مع الله. وايضا عندنا وقف عروه، وقف الرحماء بجمعيه عروه، تصدق واخلص وكن صادق مع الله في ان الله يدفع عنك بلاء او ان يفرج عنك كربه او ان يرزقك من حيث لا تحتسب. هذا والله اعلم، والصلاه والسلام على رسول الله.